السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. الليلة حلقتنا حتكون عن البراوزرز، نمشي بالمقدمة ونجري عليه. طيب رجعنا معاكم، عادل السر هيمورة، وانا حكون معاكم دائما في لينكس للمبتدئين خطوه خطوه، نتعلم مع بعض ونشوف امكانياتنا ونشوف الجديد بالنسبه للدروس بتاعتنا. الليله عايزين نتكلم عن البراوزرز. والبراوزرز هي مجموعه من المتصفحات اللي احنا نشتغل بها على الانترنت وبنخش بها على المواقع زي ما كلنا عارفين. وفي انواع كثيره من البراوزرز، ومن اهمها فايرفوكس اللي هو ده بي مع معظم التوزيعات في لينكس، وهو من اهم البراوزرز الموجوده في السوق، لانه هو البرنامج المفتوح المصدر الأساسي كان النتسكيب، وهي أول براوزرز في برمجيات الكمبيوتر، وهو تطور شديد جدا في الآونة الأخيرة وبقى من أأمن البراوزرز الموجودة. النوع الثاني واللي هو برضو مشهور اللي هو كروم أو الكروميوم، وهو عنده اسمين. الاسم الأول الكروم، ده مغلق المصدر بالنسبة لناس جوجل، والثاني كروميوم وده المفتوح المصدر والناس بتتعامل به في معظم الأحيان في لينكس، لكن ده ما بيعني إنه الكروم غير موجود، لا هو موجود برضو، لكن نحن بنقدر نقول إنه واحد فيهم مفتوح المصدر والثاني مغلق المصدر. النوع الثالث اللي هو معظم الناس بتتعامل معه في الآونة الأخيرة، واللي هو اسمه بريف. وبريف من البراوزرز اللي ظهرت في 2010 أو 2011 تقريبا، لكن ما اشتهر إلا في الآونة الأخيرة بعد 2017، وده كان لأنه ابتدى إنه يدعم الأدونز والبلجنز اللي بتجي مع الكروميوم، وده أداه شهرة واسعة وأدته برضو إنه هو سريع جدا في الإنترنت، ده أخذ سرعة أدته سرعة إضافية. الثالث اللي هو أو الرابع اللي هو فيبالدي، وفيبالدي برضو جديد من 2016 تقريبا، وهو واحد من البراوزرز المتفرعة من كروميوم، وأخذ شهرته لأنه أخف وزنا ويعمل لودينج بصورة أسرع، وابتدى مجموعة من الناس يستخدموه بصورة ظاهرة، وهو جميل جدا وألوانه هادئة وخفيف في التعامل. عندنا ثاني في كوارزيلا، وكوارزيلا زي ما ظهر من اسمه انه بيبتدي بكيو، معناته طوالي انا هاخد انه بيعتمد على الكيو تي، ما بيعتمد على الجي تي كي، وده نوعين من الجرافيك يوزر انترفيس انجنز، ميكانات اظهار الجرافيكس او الرسوميات، وده بيخلي انه تتعامل معه بعض التوزيعات، وبعض التوزيعات الثانيه ما تقدر عليه الا اذا نزلت المكتبه كامله بتاعه الكيو تي، وهو بيعتمد على الاساسيات بتاعه موزيلا، وخفيف جدا وسريع جدا برضه وعصري للغايه، لكن زي ما قلنا بيعتمد على مكتبه الكيو تي.
عندنا تاني اللي هو سي مونكي، وسي مونكي ده قديم جدا وظهر في من 2002 تقريبا، وهو برضو متفرع من الفايرفوكس، وبيعتمد في حاجاته على الفايرفوكس القديم، ومن خلاله ياخذ وضعه في السوق، لكن معظم الناس ما بتستخدمه، واستخدامه قليل جدا في الآونة الأخيرة. وفي ووتر فوكس، ووتر فوكس هو برضو من الفايرفوكس، نابع من الفايرفوكس، لكن نابع من سنة 2011 في فيرجن 25 للفايرفوكس، ومن الوقت ذاك هو بيعتمد على المعمارية بتاعت 25 أو البروجرامينج بيز بتاع الفايرفوكس 25، وبيتطور منها، ما أخذ تطور الجديد بتاع فايرفوكس، فشكله لا يزال إنه قريب جدا من شكل الفايرفوكس في فيرجن 25، واللي هو ذا فيرجن يعتبر قديم شوية، لكن هو شكل ثابت، لكن تغيرت المحتويات بتاعته. والأخير معانا وأنا بعتبر إنه بقى غير آمن في الفترة الأخيرة، اللي هو الأوبرا. والأوبرا هو متفرع برضو من الكروميوم، لكن في الآونة الأخيرة ظهرت بعض المشاكل بالنسبة للشركة، وظهرت بعض الفضائح إنه هما بياخدوا بعض المعلومات عن اليوزرز، وبتتباع المعلومات دي لبعض الشركات الثانية، وده إشاعات كانت موجودة في فترة من الفترات، ومتأكدين إنه الكلام ده سليم ولا ما سليم، لكن أخذ سمعة بأنه أصبح في الآونة الأخيرة غير آمن على محتويات المستخدم وعلى معلومات المستخدم. أتمنى الليلة إن نكون مشينا سريع في بعض البراوزرز، وممكن في المرات القادمة إن شاء الله نعمل نستعرض بعضهم في فيديوهات، ونخصص فيديو لاثنين أو ثلاثة من البراوزرز ونعمل عليهم دراسة. كل عام وأنتم بخير مرة ثانية، وابقى في المنزل، ابقى بعيدا عن الكورونا، وإذا كان ده أول مرور بالنسبة لك في القناة بتاعتنا، أرجو أنك تشترك وتعمل إعجاب وتشارك الصفحة مع أصدقائك. شكرا لكم.